في بضائع موجودة في المواني، ماشي؟ البضائع دي ليها سعر، ماشي؟ ده معناه إنه المستورد دفع الفلوس بتاعت البضاعة في بلد المنشأ، أيا كانت البضاعة دي إيه بقى؟ جلد حنفيات أو صواريخ، هي بضاعة. يبقى المستورد عمل إيه؟ دفع الفلوس. أمال يعني جات له بلوشي؟ الجماعة مثلا الألمان ولا الأسبان ولا الطلاينة ولا الصينيين ولا أيا كان بعتنها بالحب؟ مفيش حاجة اسمها كده. اتبعتت الحاجة ووصلت هنا. المتبقي هنا إيه بقى علينا؟ يبقى فيه فاضل مجموعة من الرسوم. طيب، فأصبحت عندنا تكدسات موجودة في المواني مش عارفين نطلعها. ليه؟ عشان لازم الأول ندفع الرسوم دي. طيب، والرسوم دي بتدفع بالإيه؟ بالدولار. طيب، جميل جدا. طيب، والرسوم اللي بالدولار دي أنا عندي دولار ولا ما عنديش؟ طب أنا عندي أزمة في الدولار. بدأت الحكومة، خد بعدك الموضوع ده بس إيه، تتتت كده، تاخد مجموعة إجراءات. الإجراءات دي الحكومة بتاخدها علشان كل ما هو موجود ومكدس في الموانئ المصرية يتم الإفراج عنه. ولما يتم الإفراج عنه إيه اللي يحصل؟ أصبح في وفرة من المنتج أو البضاعة، اللي زي ما كنت بقولك من أول جلدة حنفيات لحد الصواريخ، إذا كنا يعني بنجيب صواريخ. بس بقول لك ايه، لو من اقل حاجه لادخن حاجه، عارف انت التعبير بتاع الستينيات من الابره للصاروخ، هو كده. وعليه تجار كتير كانوا يتحججوا بانه السعر غالي، اصل مش موجود، مش عارف التلفزيونات دي ما بقاش موجود والله. ولو عاوز تضحك اكتر، التاجر اللي بيرفع مثلا سعر تلفزيون ولا ثلاجه فتقول له انت بترفعه، يقول لك اصل الدولار غلي. فتروح سأله السؤال اللي بعده، يعني انت خرجت الحاجه من المينا؟ فيقول لك يا بيه، هو في حد عارف يخرج حاجه من المينا؟ الله، امال انت بتغلي على اساس ايه؟ ده معناها ان الحاجه موجوده عند سيادتك في المخزن، مش في المينا وخرجت، ده الحاجه عندك في المخزن، فانت بتغلي عشان انت مفتري ليس الا. اتنين، الدواجن، اللحوم، الألبان، مالها؟ الأعلاف. حلو، الدولة راح تحط من ضمن الأولويات، بل على رأس الأولويات، دخلوا الأعلاف اللي موجودة في المواني. تدخل الأعلاف، ده معناها أن يصبح هناك في وفرة من هذا العلف أو مكوناته إذا لزم الأمر. فلما يبقى في وفرة، ما هو دي 101 اقتصاد، مبادئ علم الاقتصاد، في وفرة السعر يبدأ ينزل، في ندرة السعر يزيد. طيب، لما أبدأ أدخل الأعلاف إيه اللي يحصل؟ سعر العلف يبدأ يهدى. ده معناه إيه؟ السلسلة بقى، والله العلف ده رايح علف دواجن، يبقى لازم سعر الدواجن يبدأ يهبط. العلف وطبعا والبيض، سعر العلف ده رايح على المواشي، يبقى سعر اللحوم والألبان يبدأ يهبط. الخبر بيقول الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا، القيمة اللي اتدفعت 70 مليون دولار ده خلال الأسبوع اللي فات. مين اللي هيشرح لنا القصة ويفهمنا المزيد من التفاصيل؟ دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، منورنا يا دكتور. مساء الخير يا فندم، نور حضرتك. ازاي الصحة؟ ايه الأحوال؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. قول لنا بقى موضوع ال 145 ألف طن ذرة وصويا اللي دخلوا دول، وزي ما احنا فهمنا من الخبر 70 مليون دولار خرجوا الاسبوع اللي فات، صح كده؟ مظبوط. يعني هو الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت كده بالظبط، احنا كان عندنا تحدي كان بدا يظهر في وفره بعض الاعلاف، خصوصا ان معظم خامات الاعلاف كانت بتيجي مستورده من الخارج، واحنا شايفين في ازمات دوليه متكرره ومتتاليه وبتظهر بشكل كبير. طبعا كان في لقاء لدوله رئيس مجلس الوزراء مع الساده المربيين للتعرف على احتياجاتهم، طبعا بحضور معالي وزير الزراعه، وكان في الاجتماع ده تم عقده يوم 16 اكتوبر، تم الاتفاق على تخصيص كوتا دولاريه اسبوعيه، وان احنا نبدا نعمل افراجات بشكل معين وبكميات لاتحاد المنتجين وللساده المربيين علشان يشعروا بوفره المنتجات والمواد الخام اللي هم محتاجينها. في الفتره من 16 اكتوبر لحد 15 ديسمبر
احنا تقريبا تم الافراج عن 1,255,000 طن من خامات الاعلاف من سبتمبر لحد دلوقتي، من 16 اكتوبر من 16 اكتوبر لحد دلوقتي مليون 1,255,000 طن من الاعلاف، مليون وربع يعني تقريبا. حلو. منهم 825,000 طن ذره و 430,000 طن صويا، اضافه الى مجموعه من الاضافات والخامات، وده كان باجمالي مبالغ تجاوزت 632 مليون دولار. جميل. ان احنا بنقول ايه؟ بنقول ان دوله جاده في دعم مجال الانتاج الداجني، بناخد خطوات، بناخد اجراءات، بنحاول ان احنا نسهل على الساده المستوردين ان هم يدخلوا الشحنات بتاعتهم. بدانا نعمل عمليه رقابه على الاسواق علشان نضمن ان المنتجات اللي بيتم الافراج عنها والخامات اللي بيتم الافراج عنها توصل في النهايه للمربي. زي ما حضرتك قلت، مش معقوله يبقى انا بطلع افراجات وبتحمل تكلفه الدولار وبطلع وبدخل كل هذه الكميات، لابد ان تنعكس بشكل ايجابي على المربي عشان يلاقي احتياجاته فيقدر يربي ويستمر في عمليه التربيه، علشان يقدر يوفر الدواجن وبيض المائده. وده الجهد اللي بتقوم بيه الدوله الحقيقه. وكان في اجتماع تنسيقي مؤخر كان حضره دوله رئيس مجلس الوزراء مع الساده المستوردين لتنظيم عمليه دخول الشحنات ووصولها الى المربيين ومتابعه هذه المنظومه. معالي وزير الزراعه اصدر قرار بتشكيل لجنه لمتابعه الافراجات ومتابعه وصول الكميات المفرج عنها الى الساده المربيين. ان شاء الله مع كل هذه الجهود اكيد باذن الله تكلل بالنجاح، وان احنا نلاقي وفره في المعروض من الدواجن بشكل مستمر، نلاقي احتياجات او مستلزمات الانتاج الداجني تكون متوفره بشكل مستمر، وان شاء الله ده كله ينعكس بشكل ايجابي على السوق، خصوصا سوق الانتاج الداجني من المجالات المهمه واللي الدوله كانت بتعمل على تطويرها بشكل كبير في الفتره الاخيره. واكيد ان شاء الله احنا مستمرين في دعمهم. وكان توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات المتعلقه بهذا الامر كانت واضحه وصريحه، ان احنا دايما هنكون داعمين لهذا المجال باذن الله. طيب انا عندي هنا سؤال دكتور محمد، انا الكوتا الاسبوعيه بتاعتي قد ايه؟ من 105 يعني 150 الف طن تقريبا كل اسبوع، يعني ما نقدرش نحددها برقم ثابت، هي طبعا بتتفاوت على حسب الكميات الموجوده في الشحنات في المواني، على حسب الطلبات اللي بتكون مقدمه، يعني لها اعتبارات كثيره، لكن احنا ممكن نوصل حوالين هذا الرقم لو احنا قسمنا الكميات المفرج عنها على الاسابيع اللي تم اللي كنا بنقيس فيها يعني. طيب السؤال اللي بعده بقى، وده السؤال المهم جدا، هو السوق محتاج قد ايه اسبوعيا او شهريا؟ يعني هو كان في اجتماع سابق كان مع اتحاد المنتجين، فاحنا كنا بنتكلم ان تقريبا بنحتاج حوالي 450 الف طن من الذره، بنتكلم في حوالي 250 الف طن من الصويا، فتقريبا الكميات المفرج عنها بتكفي او بتكفي احتياجات للسوق المحلي بشكل او باخر. ولكن في كل الاحوال احنا كمان مش بس بنتابع عمليه الافراجات، لكن الاهم هو متابعه ما بعد الافراج، لان ده امر الحقيقه امر مهم جدا، وده احنا متدخلين فيه بقوه، وزي ما قلت لحضرتك في لجان متابعه هذه الافراجات علشان نضمن في النهايه وصولها الى المربي باسعار مناسبه واسعار مقبوله. طيب ده كلام اكتر من رائع برضه. ده ال 700 الف طن دول اللي هم بين صويا وما بين ذره، ده الاحتياج الشهري؟ ده احتياج شهري. عظيم. يعني عمليا انا كده بوفي الاحتياج الشهري، يعني بالكوتا اللي حضرتك ذكرتها يعني بهذه المخرجات من اكتوبر، من 26 اكتوبر صح كده؟ من 16 اكتوبر لحد 16 اكتوبر لحد النهارده، احنا فات شهرين، انا كده محتاج تقريبا 1,400,000، فانا وفيت تقريبا حوالي 1,250,000 من احتياج السوق، يعني معدل عجز ما يزيدش عن حوالي 200,000 طن. طيب ده كده اول سؤال او بالادق اول ملاحظه، ده معناها انه الزيادات في الاسعار اللي بتحصل في السوق زيادات غير مبرره وغير مفهومه في اطار اصل ما فيش علف. يعني هو كمان غير دي، لان السوق احنا بنقيس السوق بسعر اللي المربي بيبيع بيه، الاسعار المربي بيبيع بيها لا مش هي المتداوله، يعني سعر السوق في المزرعه بيكون اسعار يمكن اقل من كده، احنا بنتكلم اقل من 40 جنيه بيكون دايما سعر اللحم في السوق مثلا او في المزرعه، سعر البيض بيكون حوالين ال 75 جنيه في الاطار ده، فالاسعار بالنسبه للمربي لا هي الاسعار في المقبول، انما هو
عمليه التداول، وده دايما اللي بناكد عليه، ان احنا عندنا اتاحه نتيجه الجهود اللي بذلت. فالاتاحه بيتم ضخ كميات من خلال المنافذ التابعه للدوله، من خلال المنافذ التابعه للوزاره، علشان يتم يتم السيطره او يتم منع حدوث مغالاه او ارتفاعات غير مبرره في الاسواق. وده اللي ان شاء الله هنشوفه، وشفنا التوجيهات الاخيره لمجلس الوزراء، لدوله رئيس مجلس الوزراء، بموضوع تسعير المنتجات اللي موجوده في المحال، والقرارات اللي تتبعت هذا الاجراء او هذا القرار. فاكيد ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في استقرار اكبر في الاسعار باذن الله. حلو، معلش انا هتقل عليك حبتين يا دكتور، اعذرني. قلت لي جملة مهمة قوي، قلت لي احنا كمان مش بس مسألة ان احنا بنخرج الاعلاف او مكوناتها من المواني، احنا بنتابع عملية الوصول الى المربي. ده معناها انه اكيد اكيد بتراقبوا عمليات الوصول والتسعير بحيث انه يوصل بالكمية والسعر العادل للمربين، سواء اذا كانوا مزارع كبيرة متوسطة صغيرة الى اخره، صح كده؟ يعني هو الحقيقه في لجنه شكلت مؤخرا، هذه اللجنه برئاسه نائب وزير الزراعه لشؤون الثروه الحيوانيه، وبعضويتها كل الاطراف المعنيه، سواء وزاره التجاره والتموين والتجاره الداخليه، سواء حمايه المستهلك، البنك المركزي، حتى كمان الاجهزه الرقابيه عندنا موجود اعضاء مجلس النواب عن لجنه الزراعه والري، ممثلين عن اعضاء المجلس. فبالتالي في عندنا تباين في الأعضاء اللجنة، وبدأنا ننزل متابعات وإجراءات على أرض الواقع علشان نرصد أي مخالفات بتكون موجودة. فالأمر محل متابعة كبير، وهنستمر في عملية المتابعة الدورية فيه، وهو أصبح يعني من الأمور اللي تشهد تطور ملحوظ وجهد ملحوظ من أعضاء اللجنة. وإن شاء الله ده كله يسفر في النهاية عن الهدف الأساسي، إن احنا نوفر مستلزمات الأعلاف للمنتجين، وان الافراجات اللي بتخرج دي تخرج بشكل جيد للمنتجين، خصوصا ان الافراجات بتكون يعني وفقا للتكلفه اللي بتتحملها، وفقا لتوفير العمله الدولاريه، بيكون في بعض الاحيان الكميات اللي بفرج عنها بنلاقي بعض الارتفاعات غير المبرره في السوق. فده نتيجته او الاجراءات اللي احنا بنقوم بيها، اللي هي عمليات المتابعه والاجراءات في هذا الاطار، بيكون من شانها ان شاء الله ان هي تسيطر على الارتفاعات غير المبرره في الاسعار بالنسبه لخامات الاعلاف. رائع جدا. اخر حاجه، انا عارف الوزاره انها فعلا مش هزار، حضراتكم بتشتغلوا بمنتهى النشاط. هل هتقدروا تضمنوا ان محدش يخزن علف ويضارب على سعره فيما بعد؟ لا، دي ما اعتقدش انها تكون موجوده، لان احنا كمان زي ما قلت لحضرتك، غير ان في متابعات ميدانيه بتكون موجوده على ارض الواقع، احنا كمان في اهتمام بان احنا نضخ كميات اضافيه من خامات الاعلاف، واكيد ده هيبقى له انعكاسات ايضا في وفره الاعلاف ومنتجاتها، اضافه لان احنا بنبدا نجهز منظومه بقى لان يكون عندنا التوسع في الزراعات المحليه لخامات الاعلاف، فاكيد دي كمان هتكون موجوده مستقبلا، وبالتالي هيكون البدائل متاحه ان شاء الله. وبدانا في ده، انا عارف انه بدانا في توسيع رقعه الزراعه بفول الصويا ورقعه زراعه الذره الصفراء وما الى ذلك، بحيث ان احنا قدر الامكان نقدر نوفي جزء من الاحتياجات المحليه بتاعتنا، ما نتحطش في المزنق بتاع يعني ذره وصويا مستورد يعني. طبعا، وده كان واضح جدا، وحتى الدوله كمان اهتمت بمنظومه الزراعه التعاقديه، واصدرت منظومه او قانون للزراعه التعاقديه، وصدرت لائحه تنفيذيه للزراعه التعاقديه، وتم انشاء مركز للزراعه التعاقديه عشان يكون عندنا الحلقه مكتمله، يكون عندنا المشتري ويكون عندنا البائع اللي هو المنتج يعني الفلاح، والمشتري اللي هو اصحاب مصانع الاعلاف او اللي بيحتاجوا لهذه الخامات، وعندنا المركز الوسيط اللي بيعمل كحكم ما بين الطرفين. فبالتالي اصبح عندنا اكتمال لمنظومه الزراعه التعاقديه، وبدانا نطبقها في العديد من المحاصيل زي القصب، البنجر، العديد والعديد من المحاصيل الحقيقه، القمح كمان بدانا نطبق فيه منظومه الزراعه التعاقديه. النهارده كمان هنطبق او بدانا نشتغل على منظومه الزراعه التعاقديه في الذره والصويا، اكيد ده كمان هيبقى مستقبلا له انعكاسات جيده على وفره الخامات الاعلاف محليا، وده هيكون بديل من البدائل الجيده اللي تساعد على توفير احتياجات المرأة. يا ميسر الأحوال، أشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. أظن كده الحدوتة بتاعت العلف واضحة لأي حد بيتفرج، واضحة لأي حد.